واول متسابقه موجوده معانا النهارده هي ماما ريم وهيساعدها ابنها احمد. اسمي ريم حسين عادل. اسمي احمد شيف مصطفى، 24 سنة. عاملة الفيسبوك بقالي تقريبا 10 سنين. انا عملت الموضوع الفيسبوك عشان تبقى هي دي دلوقتي الحاجة اللي كله لازم يبقى ليه اكونت على الفيسبوك. اول ما بشوف احمد عمل بوست بشوف البوست دوت عاجبني ولا لا، لو عاجبني بعمل له لايك، ولو في كومنت عندي عايزه اقوله له بقوله له، لو مش عاجبني برضو بتكلم بعمل الكومنت بتاعي. يعني ممكن الجروبات مع امهات مازرز وجروبات على مشجع جروبات المدرسه بتاعت عمر اخويا الصغير، مشجع جروبات المدرسه، وفي جروبات النادي. احنا جاهزين التحدي اقوى ام في مصر. ماما اقوى ام في مصر.